شنو وقع؟ السيوفة نيت الناس جاو هجموا بالسيوفة. ولا الدرب هادو تتعرفوهم؟ وعلى من هجموا؟ لا ما نبينش مسيوفة. أول تفضل أخويا. عليكم السلام ورحمة الله. شنو وقع؟ لقيت اللي وصلوا لهنايا غير حتى كيغوت كيقول لهم خرجوا لعندي، وقيت بداو كيشدوا السيوفه من الخنشه، الخنشه فيها السيوفه قدامي. الدري اللي ضربوه حدايا. فين ضربوه؟ ضربوه راه فين؟ لا فين بلاصه ضربوا؟ على شنو المستوى؟ على راسو على وجهه؟ جا كثير عليه ضربه هنا بواحد الشعبه في على الفخذ ديالو، والضربه الثانيه كانت غتجي في الكتف ديالو. ساعات هو دخل هرب هنايا للدار فسدينا عليه. علاه هجموا دخلوا تاني هما كيغوتوا باغيين يدخلوا على السيد للدار. شنو السبب ديال المشكل؟ ما فهمتش السبب علاش. السبب وقع الجمعه بالليل، ولكن السبب شنو هو ما عرفتوش علاش. ما عندكش شنو علاش وقع المشكل نهار الجمعه؟ شنو وقع بالضبط نهار الجمعه؟ كان هو واقيلا كان سكران وكان كيسب هنايا. هذا الولد اللي هجموا عليه؟ الولد اللي مشى جاو هجموا. اه هضروا معاه الدار مع واحد من هاد الدراري هذا. دخلت الدار مع واحد فيهم. يعني داك هو السبب، ما عرفتش شنو هو السبب الموضوع علاش تجبد، ما عرفتش السبب. تقريبا شحال من واحد اللي جاو هجموا بالسيوفه؟ تقريبا قلت لك خمسه بحال هكا. كثار. واللي جابهم انا على اللي شفت عيني تقريبا خمسه فاز. فاش جاو على رجليهم؟ جاو على رجليهم، جاو مورا عيالات. معهم عيالات ورجال. فهمتي جاو على رجليهم، ملي شفتهم انا جاي على رجليهم، هو قدامهم هما تابعينه. ملي بدا كيغوت باغي باش يخرج هاد الدراري هادو، الاخرين بداو كيجبدوا السيوفه من الخنشه. سيوفا ملتمين. المهم ما يستعرضش هذاك. وجههم باين؟ وجههم باين. ولا كانوا ملتمين؟ شي ملتم شي ما ملتم. شي واحد واقيلا اللي كان يدير شي حاجه كحل على وجهه. واخا رجال الامن جاو؟ اه حضروا الامن، حضروا رجال الامن. شدوا شي وحدين فيهم ولا هربوا ولا؟ سمعت شدوا شي واحد ولا جوج في شريحة الشجر الله اعلم، ولكن ما تاكدتش. وانتم ما تخلعتوش من شفتوا داكشي موالفين به هنا في هاد الدرب هذا؟ واش تقول اول مره في الحياه ديالنا في الحقيقه ما عمرنا شفناه. هاد الولد اللي هجموا عليه واش كيسكن معاكم في الدرب؟ الحمد لله هاد الدرب هذا فيه الامن والاطمئنان، ما عمرني شفت هاد المساله هذه. كتوقع خصامات عاليه ما بين ولاد الحي، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه هذه. ماشي درجه السيوفه. ما عمرني شفت هاد الدرجه هذه انا بعدا في الحياه ديالي. شكرا. شكرا لك. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، أحد الأحياء الشعبية اللي تعرضت البارح ليلة أمس للهجوم من طرف بعض الأشخاص مدججين بالأسلحة بيضاء كبيرة، واللي كان عندهم خلاف مع أحد الأشخاص اللي كيسكنوا في هذه المنطقة. أكيد شكرا لرجال الأمن اللي قاموا بالعمل ديالهم وحاولوا أنهم يوقفوا، وإلا كانت غتكون كارثة. من المشاهدين قناة شوف تيفي، هذا هو الحي الشعبي اللي وقعت فيه البارح، وقع فيه هجوم من طرف بعض الأشخاص اللي كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء. Thank you.
للتذكير مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في أن تقريبا على حدود الساعة 11:30 أو 12 بعد منتصف الليل هذا الحي تعرض للهجوم من طرف بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير. الله يرضي عليكم.